عموما ننتقل إلى خبر آخر في هذه الجولة. ثورة الانتقالية حريصة على السلام الشامل. أكد عضو المجلس السيادي البروفيسور صديق طاهر حرص الحكومة على تحقيق السلام الشامل في جميع أنحاء البلاد، وأن السلام من أولويات الحكومة الانتقالية. والتقى عضو المجلس بالقصر الجمهوري يوم الأحد أمس وفد الخبراء في مجال القانون والسلام. وقالت أستاذة الدستور والقانون الدولي بجامعة النيلين دكتورة زحل محمد الأمين إن الاجتماع مع عضو مجلس السيادة ضم 10 من الخبراء في المجال القانوني والسياسي، وجاء بدعوة من مجلس السيادة لمناقشة ملف السلام والأجندة المدرجة على طاولة المفاوضات بغية الوصول إلى حل عادل لقضايا السلام بالبلاد. نعم، على عجالة أستاذ بليغ طاور التقى بالقصر الجمهوري وفد خبراء في مجال القانون والسلام، وتمت مناقشة عدد من القضايا الاستراتيجية والفنية المتعلقة بالسلام بجانب المسار السياسي والإنساني والأسس السلمية للتعامل مع الملف كل جوانبه. كيف نتعامل الآن مع هذا الملف؟ والله الملف طبعا ملف مهم، والحكومة الانتقالية وضعته في سلم أولوياته. الآن كل هذه الفعاليات تأتي في إطار التحضير لجولة المفاوضات الثانية المرتقبة في 21 من هذا الشهر في جوبا. الآن هناك وفد الوساطة من جنوب السودان موجود وأجرى لقاءات شملت مجلس السيادة وبعض المسؤولين في مجلس الوزراء، وكلها تصب في اتجاه تمهيد الأجواء من أجل نجاح الجولة الثانية، واللي هي تعتبر جولة مفتاحية وجولة مهمة جدا للعبور إلى السلام المنشود الذي ظل ينتظره الشعب السوداني طوال هذه الفترة. نتمنى أن تهيأ الأجواء وأن تأتي جميع الأطراف بقلب مفتوح ومن أجل الوصول إلى اتفاقية سلام نهائية شاملة عادلة ترضي جميع الأطراف في السودان. خبر آخر أيضا في هذه الجولة، حلفة تستعد لاستقبال قطار الركاب بعد توقف لسنوات. تحتفل مدينة وادي حلفة باستقبال قطار الركاب بعد توقف استمر لسنوات، وتستعد هيئة الجمارك التي نظمت برنامج الاحتفال لتدشين عدد من المنشآت وإعلان ضربة البداية لقيام المتحف الذي سيجذب عدد مليوني سائح وفق تقديرات اليونسكو. وقال العميد الفاتح دهب مدير الجمارك في مدينة وادي حلفة إن الاستعدادات قد اكتملت لاستقبال القطار، مبينا أن وفدا رفيعا من الخرطوم يضم مدير هيئة الجمارك والسكة الحديد والمتحف القومي بالإضافة إلى رجل الأعمال أسامة داود سيتوجه إلى حلفة. نعم، يعني نقرأ هذا الخبر أيضا، وقطار الركاب بعد توقف سنوات في وادي حلفة. والله توقف لسنوات طويلة جدا العودة القطار لوادي حلفة أمر مهم جدا، وهذا يوم استثنائي بالنسبة لجميع المسافرين سواء كانت للولاية للمناطق محلية حلفة في الولاية الشمالية أو المسافرين لجمهورية مصر العربية الذين ظلوا يتعرضون عبر الطريق البري لكثير من المشاكل وكثير من الهات في هذا الطريق. هناك قصص كثيرة جدا تعرض لها المسافرين تحكى الآن كثير من اعتقد ان القطار حلفة سيخفف كثير من معاناة هؤلاء المسافرين، واعتقد انه ايضا داعم لعملية السياحة. حلفة منطقة سياحية بالدرجة الاولى تضم كثير من الآثار النوبية وبالإضافة إلى بحيرة النوبة، وحتى الأجواء هناك في حلفة تختلف كثيرا عن بقية أجزاء السودان. أعتقد أنه دعم لعملية السياحة ودعم لحركة التواصل عبر الحدود بين مصر والسودان.